احنا استضفنا الاسئله الوزاريه، من ضمن الاسئله الوزاريه موجود اي فرد فقط اقول يعني وراح اشرح ان شاء الله. اوكي؟ اذا تحبين هسه راح ناخذ مثل هذا الفرد فقط ناخذ الفرد فقط اللي هي مجموعه من الاسئله من نوصل ان شاء الله نشرحها. نوصلهم ونفترض ان سامي has just finished his work. هذا حال السؤال. طيب احنا نعرف الفرد فقط The present perfect or five زائد has arrived زائد تصريف has referred the present perfect the present perfect or إن الجملة الثانية has just finished his work Sammy has just finished his work هذا الفاعل اللي هذا السبجكت السبجكت راح ياخذ ورقة مال ماوس تمام هذا طبعا هذا مع الذكر او اي اسم مفرد والهاد مع الار والوي والهيو والذي او اي اسم جمع وهذا اثنين تنعمل بعدهم التصريف الثالث للفعل وتعمل نام فينش هو التصريف الثالث للفعل فينش فاذا احنا اخذنا هذا لانه سامي مفرد والفينش هو التصريف الثالث للفعل توجد مجموعة من الظروف الزمنية اللي تدل على المضارع التام اللي هي إذا شفت في جملة كلمة already never ever yet or just هذه الكلمة إذا شفناها بالجملة هذه كلمة في نفس الترجمة اللي معناتها جملة راح تكون مضارع تام أي إنه نستخدم هذه القاعدة هذه معناتها مضارع تام يعني نستخدم هذه القاعدة والنظر طبعا يعني في جملة نظر تجي في حالة السؤال واليوم خلينا نهاية الجملة إذا كانت نفسية أو استفهامية وأوضح في نهاية الجملة وأوضح في تكون مرضية في حالة من السوبرلاتيف إذا كانت الكلمة مكونة من مقطع واحد نضيف هنا تصفيق الـ ST وإذا كانت الكلمة مكونة من مقطعين أو أكثر راح نستخدم نضيف قبل الست أدوات وذي طبعا إذا ضفنا الـ ST أكو مجموعة من التغييرات ممكن تطلع عدد الكلمة مثلا وين نقلها إلى آي مثلا تايبي مثلا كلمة تايبي إذا بدنا نسويها مفضلة السوبرلاتيف راح تكون ذي فعندي تقدم من واي الى اي اللي تبقى حرف صحيح نضيف اي اس تي ممكن مثلا بيت بيت هذه كل حرف صحيح واحد قبل حرف اذا واحد راح يكون مضاعف الحرف الاخير نضيف اي اس تي طبعا احنا سبق ان ذكرنا المقطع الواحد يعني حرف ايضا مجهول واحد اذا كانت اكثر من مقطع مثلا تيمس مثلا تيمس هذه اكثر من مقطع طيب هو في العلم المتتابعه طبعا حرف واحد إذا أكثر من مقطع راح نخليها The most famous The most famous كذا بالتالي راح يكون بالتالي إذا نأدي Long راح تكون The longest The longest وناصر اتصال إدريس الوالد تفضل إدريس وعليكم السلام إذا أصدر تستخدم الأوفردوكس، أوكي، إحنا عندنا ضد أنواع الوزارية، عندنا الأوفردوكس مثلا اللي هذه هو هذه النقطة، هذه النقطة هذه، النقطة الثالثة إن ذا فيوتشر توبيك موز، ميتينج موز فاين إذا عندنا الورد، إحنا إذا راح نستخدم بعد ما راح نستخدم الورد، كيف فرق بين النقطة؟ الورد هو القوية والصحيحة إياها طبعا هو احنا نستخدمها للتنبؤ يعني مو أكيد 100% انه حدث يقع فمجرد التنبؤ للأوقات الزمنية البعيدة إذا شفت فيديو عندك
what I think, the future, I think, I hope, anyone the system that I could join up in the next method, or I didn't see any other photos that I have provided in the second one. Now, if you don't do a certain thing, the kind of engineering, especially if I have a chance for you, أو وجود دلائل معينة أو وجود دلائل معينة على إنه إحنا راح نكون بهذا الشيء في الحالة نستخدم الدوتو أوكي في هاي الحالة يعني إذا عندي دلائل معينة مثل أمسك إن المريضة I don't see the doctor I don't see the doctor ليش أي حشوف أستوى الدكتور لأن ما أعرف عن مريضة فعندي نية إنه أشوف الدكتور أزور أقدم وأنا راح أستلاحظ أنا بهذه الجملة in the future, بما يقول إن هذا المصطلح in the future راح أستخدم will. Okay. أنا أستخدم شكرا كثير صار لك الناس. إذا مثل ما قلنا the longest إحنا راح تكون the longest وإحنا بنعرفه دائما الصفات اللي بيسبقها الذا أو إحدى الصفات تبلغ إلى آخره. Two. But no one studies all the cars before exams. All the exams will have seen the joy. In the whole job, you know, this can one that is far ago of the in the studies failed at least to do all the cars. It all did that in a future public failure that you see to the Macron bill to be provided. So I had corn and job there. I had corn and I'll have enough to see that the man has to see that I had corn to take it sorry. I had corn to see that I just took it sorry. بتقول إن الزمن سوي الكلمة على الفاعل بتقول أوفر ستاديس فاعل وكمل باقي الجملة اللي هي فاعل تقص هاي الجملة هذه الجملة بتقول ستاديس أوفر هاي بفور إكزامس أو أفتحنا الفاعل الضمير راح نبتدي فعل ستاديس لكن ستادي هو فاعل غير إذا أوفر هذا الضبط الزمني كان على الفاعل البسيط فهذا يقدر الفعل الرئيسي إلا إذا كان ready to be أفعال في كل الجوار ويكمل باقي الجملة تكاملة تكاملة بتقول open studies her before exams before her exams إذا هذا هو الحل ننتقل إلى الجملة اللي بعدها نحن الآن هنا ليس لسنا كما ذكر عندي now هذا الضبط الزمني now معناه في الآن هو دال على المضارع المستمر والمضارع المستمر هو الفاعل Verb to be زائد الفعل يحتوى على ing overhitting الجملة هذا هو الـ present continuous المضارع المستمر وكما احنا عرفنا انه مضارع مستمر من كلمة نعم من هذا الظرف الزمني نحن الآن هنا نحن الآن هنا ممثلين يعني كلمة راح تكون أو من أو عنوة زي أو نحن الآن هنا كلمة زي أخذنا هذا الجمع ولكن راح نضيف لها RNG personal player ونكمل باقي الجملة فإذا كان R player هو هذا المضارع المستمر وخذنا هذه المدة لأنه هنا على المدة هي جمع فخذنا عنها R والنوم هي كانت بعيدة على continuous نحن في بيت البكار وعليكم السلام تفضل أكثر هاي الثلاجة الطبية هاي زيرو كونديشنال يسموها الثلاجة الطبية هي حالة واحدة من الثلاجة الطبية انتم ما عارفين الثلاجة الطبية اربع مرات ذكرته بالثالث فاحنا نمشي على اكثر شيء صفحة 56 زيرو كونديشنال في هاي صفحة 56 تعرفون بس اللاش شرطية، اللاش شرطية الإف قد صدرت من شهر ثمانية، الإف معناتها وين؟ الإف معناتها وين؟ معناتها عندما هاي شوف نستخدمها، نستخدمها طبعا في بداية الجملة وفي وسط الجملة، في بداية الجملة وفي وسط الجملة، مثلا إذا أخذنا طبعا والفول فيها راح تكون بحالة المضارع البسيط، يعني إذا جبت البداية فلازم هنا تكون بريزنت سمبل وبعدها أيضا تكون present simple present simple يعني قبل وبعد واثنيناتهم راح يكونوا present simple مضارع بسيط أجل ماضي يكون الفعل أو بدون أس طبعا الفاعل هو فرق أس إلى الفاعل ممكن الأخير هو الذي
الدولة. إذا أخذنا نموذج امتحاني، إذا شفنا هذا النموذج الامتحاني the winner is fine, we always go for a walk. هنا راح نستخدم if. هنا راح نستخدم if لأنه ما في شيء يعني إذا راح نكون الطقس جيدة راح نخرج فيها نفسنا أو نتمشى. وهذا أيضا تعتمد على معنى الجملة. هذه مو يعني مو متضادة فبستخدم لها مرة ونفسها مرة وتمرة فلهذا راح نستخدم if. عندك سؤال ثاني؟
to do, but not to work next month. We do one day, then go to the exercise and start with our colleagues and then come up with questions. And I need to say to you, RB, RB, can you let all sentences with the correct process, HB, RSB, HUD, and the number 9, the color I can do it, is called the strength building across. One, where are the strengths? Are you trying to find it? Where are the strengths? I can't find them. I sign up the language to process solving. I sign up the language to process solving. Where are the strengths? I can't find. There is not a question. I can't find anything. The one who do my best to get up, I'm studying anything. The one who do my best to get up, I'm studying anything. So the weather is fine. We always go for a walk. Now I can study them, especially on the air. Now I can study them. Because I'm traveling on the water, I'm a strength of the water, I'm a strength. Look at that. This is the future. Shopping mall. The one who is in the future. So I had called mobile. I had studied more in the future. Shopping malls will be more fun than now. So rather than interested in music, interested, that would be a helpful job. Interested in music. 5. I decided to go to India 2 months. هنا في فترة زمنية طول الفترة الزمنية السنس طبعا ناخذها إذا حدد الوقت بدء الحدث بالضبط. السنس ناخذها إذا حدد بدء الحدث يعني وقت بدء الحدث راح ناخذ هنا 4 years يأتي بعدها 4 months. 4 يأتي بعدها 4 months. إذا I decided to go to India for 2 months. 6. I usually meet my friends in the club. Now I go to Temenggok. My brothers and friends in Temenggok. My name is Clay Hard, who is Temenggok. And yes, over here, for my whole other Temenggok, she has, you know, kind of just a more product in the front of the line to come out of the other one, how to go from. How did you want to end up with the number? Number 5, of course, I'm going to make the number. Thank you.